بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في فيديو جديد من قناه الاهلي اليوم. ورطه كبيره للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في عزل مرتضى منصور من رئاسه نادي الزمالك بعد الحكم عليه بشهر حبس في القضيه المرفوعه من كابتن الخطيب ضده عشان السب والقصف. طبعا اللائحه الاسترشاديه اللي عاملها مرتضى منصور نفسه لنادي الزمالك بتقول ان اي عضو يتم الحكم عليه نهائي يعني حكم نهائي او بات يتم عزله من المجلس الاداره او من رئيس النادي يعني، وطبعا بتولى اللي هو يبقى نائب نادي الزمالك اللي هو اساسا مش موجود اللي هو اللواء هدهود اللي تم طبعا عزله لما موضوع الميداليات والكلام اللي انتم عارفينه ده، لما حاول ياخد ميداليه طبعا والكاميرا جابته وتم عزله. حالا الرئيس اللي هو امين الصندوق اللي هو خالد لطيف يعتبر بيحل محل نائب رئيس نادي الزمالك. هو حالا المفروض ان اجتمع ويتم عزل مرتضى منصور، ولكن طبعا وزير الشباب والرياضه حالا بايده يعزله، والشؤون القانونيه حالا المجتمعه اللي هي في وزاره الشباب والرياضه وعايز تشوف مخرج لوزير الشباب والرياضه انه ما يعزلوش، لانه طبعا جو يدور على اي ثغره مش لاقي ثغره، ده الحكم نهائي واخد حبس شهر ومن حقه يقدم طعن بس يكون تحت ايد السلطات وهو يقدم الطعن، يعني يتم تسليم نفسه بعد كده يقدم الطعن. حتى لو هيعمل اي حاجه زي ما يقدم طلب ان هو يروح مستشفى او يتعالج من خلال برضه النائب العام ومن خلال ان هو برضه يكون جوه تحت تصرف النائب العام، يعني ما يقدرش يجي من بره كده من الشارع زي ما عمل امس انه يروح يقدم طلب في احد المستشفيات الحكوميه انه يخش المستشفى لمده شهر يتعالج، لا لازم يسلم نفسه الاول وبعدين يقدم تقرير الطبيه للنائب العام، والنائب العام هو اللي يقول اه او لا بالنسبه انه يخش اي مستشفى او اي مركز طبي. فالى الان طبعا هو لسه ما اتعزلش ولسه طبعا ما اتقبضش عليه او سلم نفسه. فطبعا الموضوع عامل ازمه كبيره جدا للدكتور اشرف صبحي انه مش عايز انه يكون السبب في عزل مرتضى منصور بحيث انه ممكن ياثر على الدوري العام للزمالك قاب قوسين او ادنى من حصوله عليه طبعا بالتحكيم زي ما احنا عايزين زي ما احنا عارفين بالتحكيم الفاجر وباتحاد الكوره اللي ساعده وظلم الاهلي. طبعا الورطه الكبيره اللي وزير الشباب والرياضه عايز يلاقي ثغره انه ما يعزلش مرتضى منصور على الاقل الشهر ده على ما الزمالك يحصل على الدوري. طبعا زي ما قلنا الزمالك حصل على الدوري مش بمجهود وبمساعده التحكيم الفاجر اللي كان بيظلم الاهلي زي ما شفنا اكتر من 15 نقطه ظلم الاهلي طبعا في ماتش المصري الدور الاول اللي انتهى 1-0 للمصري ضربتين جزاء للاهلي ومفروض طرد لهيثم العيوني مش هنكرر بقى. وطبعا ماتش سموحه الاهلي الظلم وماتش فاركو لمحمود عاشور الفجر اللي لغى جون الاهلي بيرستاو وفي ماتش المقاولين وغيره وغيره حتى ماتش طلائع الجيش اللي تعادلنا فيه وماتش برده البنك الاهلي وغيره وغيره. وطبعا مجامله للزمالك في على طول ضربات جزاء للزمالك ما تحسبش عليها ضربات جزاء اهداف اوفسايد ما بتتعادش لصالح الزمالك حاجات كتير طبعا. وكانت طبعا وسام عبد الفتاح هو قائد الفجر التحكيمي وطبعا اخيرا راح. طبعا لسه الى الان الدكتور اشرف صبحي عايز يشوف مخرج وشؤون القانون قالت له ما فيش مخرج الا لازم يتعزل. وطبعا هو لو اتقبض عليه او سلم نفسه النائب العام لسه هيبت في موضوع انه يتعرض انه يروح مستشفى يقعد فيها الشهر ده. وطبعا هو طلع عمل فيديو امبارح برضه وهاجم الخطيب وقال الخطيب مش هنزلك من بيتك وكلام فاضي طبعا اكتر من نص ساعه على قناه الناس زمان. نروح طبعا للمستشار محمد عثمان اللي قدم طلب بمنع سفر مرتضى منصور برضه الاستاذ محمود ممدوح عباس والاستاذ هاني زاده قدموا طلب لعزل مرتضى منصور من رئيس نادي الزمالك لان هم اصحاب مصلحه. طبعا الدكتور كمال شعيب محامي ممدوح عباس والاستاذ جميل سعيد محامي الاستاذ هاني زاده رافعين طلب للنائب العام انه يتم عزل مرتضى منصور. لسه الايام اللي جايه تكشف لنا ايه اللي هيحصل، ولكن ان ربك لبالمرصاد وربنا ما رضاش بالظلم. طبعا عصام عبد الفتاح مشي ومحمود عاشور ما اتحاسبش واتحاد الكوره باع النادي الاهلي يقول له حققنا طلباتك، ولكن لجنه الكوره لجنه الحكام الفجره لسه زي ما هي وما اتغيرش فيها حد، كانت البنج بس على راس لجنه الحكام. وطبعا كان المفروض الطلب الاكبر للنادي الاهلي محاسبه وليد العطار اللي اخفى خطاب الكاف وضيع الاهلي في مباراه النهائي الافريقي وخلاه لعب على ارض الخصم، وده طبعا لا يمت للفير باي صله
على الاقل المفروض كان يتلعب في ارض محايده، وده اللي خسر الاهلي بنسبه كبيره جدا. طبعا نسيب الكلام ده بقى، المفروض الاهلي قبل ما يلعب يوم الاحد مع المقاصه في دور 16 في كاس مصر يتمسك بمحاسبه وليد العطار. اللجنه اللي شكلها وزير الشباب رياضه ادانته، ولكن وزير الشباب رياضه قال لك انا ما عنديش السلطه انني احاسبه. طيب اتحاد الكره اللي بيطلب منك حالا انك تلعب في كاس مصر المفروض يحاسبه، يديله جزء او يبعده او ينقله في دايره تانية، ولكن هو المدير التنفيذي حالا والمتحكم في اتحاد الكره، وهيفضل كده موالي لنادي الزمالك وضد النادي الاهلي وبيحارب النادي الاهلي. طبعا مسنود من هنا بريده العدو الاول للنادي الاهلي، وطبعا معاهم مجاهد ومعاهم حتى جمال علام اللي طلع علينا زملكاوي برضه ما بيتكسفش انه زملكاوي. نروح طبعا بعد ماتش الاهلي والمصري وفوز الاهلي 2 لا شيء، طلع طبعا المغردين اللي على قناه تين برنامج البريمو طبعا مع اسلام صادق، كان رضا عبد العال وسمير كمونه اللي عندهم حق تضافيه للنادي الاهلي والخطيب، طلعوا طبعا مخبطهم في الحكم الماتش وبيقولوا هم عايزين يجاملوا الاهلي علشان يعوضوه ما يزعلش. ما خلاص الدوري يا ابني راح للزمالك، حتى لو الاهلي فاز بالماتشات كلها مش معقول الدوري هيخسروه سبع، الزمالك هيخسر سبع نقط في اربع ماتشات، فطبعا مفيش مجامله ولا حاجه. ولكن طبعا الحكم رضا البرتاجي الحكم الدولي اللي قال انا مستعد اشتغل مع كريتر بينج اللي هو رئيس لجنه الحكام في لجنه الحكام، اشتغل معاه ما عنديش اي مشكله، وسمير عثمان برضه اتعرض عليه الموضوع. طبعا طلع افحمهم الاثنين واتكلم عن ضربه جزاء الاهلي وعن هدف المصري الملغي. هتسمعوا قال ايه عشان تعرفوا برضه الناس دي حاطه ازاي على الاهلي، ورجع لكم تاني. او الكابتن طارق مجدي حكم الفار، هو سريعا كده يعني ابرز في المباراه ركله جزاء محتسبه للنادي الاهلي والهدف ملغي للنادي المصري. خلينا بس اسلم على سمير كمونه، ما تسلمش عليا يا سمير. كابتن ازي حضرتك؟ انت حبيبي يا سمير والله العظيم. اخبارك ايه؟ ربنا يخليك يا حبيبي، انت دايما متالق كده وبتسعدني اراك جميله كده. ربنا يكرمك. يعني انت موهوب اعلام اكتر، انت كنت لعيب كره كتير يعني، بس انت قدام الشاشه حاجه جميله. الله يخليك كابتن، تسلم حبيبي حبيبي. طبعا رضا، طبعا رضا اخويا حبيبي يا كابتن. حبيبي يا كابتن، تسلم يا كابتن. اتفضل يا كابتن. هو ابرز ما في هذه المباراه ركله جزاء محتسبه للنادي الاهلي، وانا شايفها ركله جزاء صحيحه. في عرقله بالرجل الخلفيه من ورا، والحكم اشار باستمرار اللعب، ودي من مزايا الفار هنا كابتن. الالعاب اللي هي فيها لطشه خفيفه دي وارد جدا ان الحكم ما يشوفهاش. الحكم بكل ثقه رغم ان هو على كان على بعد خطوات من الحدث، لكن اشار باستمرار اللعب نجدوا غرفه الفار. راح رجع وشفنا حاجه جميله مش متعودين نشوفها في ملاعبنا. خد القرار في خلال يمكن اقل من 10 15 ثانيه. احنا عندنا العاب احيانا بتلاقي الراجل بيقف بره اربع خمس دقائق تقوم تدخل الحمام وترجع. لكن النهارده الجميل خد قرار وما طولش، يعني خلال 10 ثواني. من تعليمات كلاتنبرج لا انا بقول لحضرتك من ملاحظات، انا بقول لحضرتك معلومه عندي ان من ملاحظات كلاتنبرج ان قال ان انتوا بتطولوا جدا في اتخاذ قرار الفار. اتفضل. انا بقول المعلومه، حضرتك بقى علق زي ما انت عايز. مش هعلق، الراجل لسه ما لحقش يعني. الراجل انا مرحب على فكره، انا مرحب بوجوده جدا وسعيد بوجوده كمان يعني. انا مرحب بوجوده. خلينا ناخد بره الموضوع وارجع ثاني بسرعه. انا مرحب بره، بس خلص ما لحقش يا اسلام. اتمنى هو حضرتك معلومه عندي. اتفضل. خلاص يا اسلام جميل ماشي. انا وهو فعلا لو قال الكلام ده هو كلامه صح، لان فعلا من مساوئ استخدام الفار عندنا ان بعض الحكام بتروح تقف قدام الفار مش عايز تمشي، عارفه ان الكاميرات واقفه هنا فبتفضل واقف هنا. فتلاقي انت عارف ليه يا كابتن؟ انت عارف ليه حضرتك ان هو بيبقى مش عايز ياخد قرار ليه؟ لان بيبقى مختلفين، الحكم عايز يدي قرار والفار عايز يدي قرار، فعشان كده بيبقى دايما يتاخروا. انما زي النهارده كده كابتن رضا، بص يا كابتن، انا الفار المفروض جبته خلاص، معنى انا جبته ان انا ليا راي ثاني غيرك يعني. معنى انا جبت الحكم، انت مثلا ما حصلتش ركله جزاء، انا بقول لك تعالى في ركله جزاء، القرار ليك انت بقى يعني القرار ليك. لكن انا بقى شايف ان بعضهم غاوي يقف في المكان ده وغاوي ان وعارف الكاميرات مسلطة عليه. هاجي لك بقى للعبة الثانية اللي هي الهدف الملغي لنادي المقاولين لنادي المصري. الكرة مزدوجة وفيها شبه بلعبة هدف ملغي لنادي الأهلي في مباراة المقاولين قبل الدوري. الكرة اتعملت للعيب طلعت على الراس فوق، كان خلفه لعيب في موقف تسلل. اللعيب في موقف تسلل ده تداخل مع الخصم. نتج عنها هدف. أنا شايف قرار الحكم المساعد قرار صحيح. تسلل موجود. قرار صائب في مكانها، وبرده ما خدش اكتر
من ثواني، لكن انا بعتب على الاخراج ان هو غاب وتاخر كتير قوي على ما خد قرار. لكن في كل الاحوال القرارين انا شايف طب وضربه الجزاء يا كابتن اللي كاب سمير كمونة قال عليها اللي هي علي لطفي خد رجل اوستن اموت. لا 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 نجح في لعب الكره يا رضا. نجح في لعب الكره. نجح في لعب الكرة حارس مرمى نجح في لعب الكرة. ابعاد الكرة عدت يا كابتن. يعني مش ضرب الجزاء. لا 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 تمام. هنا المشكله يا كابتن ان احنا في كره النادي الاهلي ان جابوها من جميع الزوايا، فاحنا قدرنا نقول ان هي ضرب الجزاء لان كريم لمس برجله الخلفيه حسام حسن. انما دي جايبينها من حته ضيقه مش عارفين اذا كان لمس ولا ما لمس. كابتن رضا انا من اول وهله قلت في بنالتي، لكن في العاده اتعادلت مرتين اتاكدت ان هو نجح في لعب الكوره. انا شايف قرار الحكم صائب. علي لطفي بخبره وحرفيه طلع في التوقيت صح، نجح في لعب الكوره. هنا خلاص اي تلاحم او اي تلامس بعد كده ينفي وجود ركله جزاء. قرار الحكم صحيح. انا يعني بشيد بالبنا النهارده والمساعدين الاثنين اللي كان معاه، خاصه المساعد الاول سمير جمال صاحب خبره طويله حوالي 7-8 سنين في القائمه الدوليه، ادائهم فعال. النادي الاهلي عمل ماتش كويس، المصر كان اكتر من رائع وكان ممكن جدا النهارده يحصل على الاقل نقطه. رجعنا لكم تاني طبعا بعد ما سمعنا الكابتن رضا بلتاجي اللي احرج رضا عبد العال وسمير كمونه بالتفسير العلمي راجل حكم. المفروض انت راجل كرضا عبد العال او راجل مثلا زي سمير كمونه بتحلل ماتشات، مالكش دعوه بالتحكيم، التحكيم ده له ناسه. يعني ما ينفعش مثلا رضا بلتاجي او اي حكم يطلع يتكلم في تحليل الكوره او في التحليل الفني او ينتقد مثلا مدرب يقول ده ما اداش كويس او تشكيل مش كويس او حتى تشكيل مش كويس او تغيراته مش كويسه او خطوته مش كويسه. انت ليك دورك وله دور، ولكن طبعا هي كلها معروف اللي مين اللي بيمولهم وطالع مغرضين طبعا وكارهين للنادي الاهلي والخطيب. نروح طبعا لخبر تاني. طبعا شركه الكوره هتعمل ان شاء الله اسكواد، الاتفاق كابتن خطيب مع ياسين منصور رئيس شركه الكوره في النادي الاهلي يعملوا سكواد زي بتعمله الجوزيه في 2005 اللي خد 7 سنين بطولات مصر وافريقيا كلها وراح كاس العالم 3 مرات. طبعا في لاعب اسمه براجا من سانتوس البرازيل اللي بيكلموه، بس طبعا فرقته بتغالي، اخر كلام طالبه 6 مليون دولار والاهلي عارض 3.6 مليون. وبيتكلموا طبعا في الراتب بتاعه، طبعا السمسار بتاعه او كل اعماله طالب 3 مليون دولار في السنه والاهلي عارض 1.8 مليون. لعيبه كتير طبعا، طبعا الاهلي ما اتكلمش عنها، ولكن طبعا احنا هنتكلم عن اللي هيراجعين ان شاء الله. محمد شكري كباك شمال ومحمد حمدي اللي هو لاعب بيراميدز اللي كان اساسا لاعب الاهلي، خلاص الاهلي مضاه. وكريم ندفد بنسبه كبيره راجع، واحمد ياسر ريان هيلعب هو وكهربا هيبقوا موجودين. ولعيبه كتير طبعا مضت للاهلي، ولكن الاهلي مش عايز يتكلم الا بعد شهر 8 بعد انتهاء الدوري. طبعا اخبار كتيره جدا ان شركه الكوره بتأيد رجوع فايلر، وفايلر اللي اتكلموا مع وكيله طالب طبعا مبلغ معين سنوي وطالب جهاز فني يشكله كامل وله طلبات والكلام معاه. ولسه طبعا الست ماتشات اللي باقيين للاهلي في الدوري وماتش مقصه يوم الاحد اللي هو في دور 16 لكاس مصر هيبقى زي ما تقول شبه اختبار لساويرش. طبعا ساويرش في ناس بتقول هيمشي، ولكن الخطيب ولجنه الكوره سايبين له اختبار هيشوفوا اداؤه للفرقه ازاي. وطبعا هو ما بيلعبش بالسكواد الاساسي، بيلعب بالاحتياطي وباللي راجعين من الاصابه وبالناشئين. يعني لو قدم نتائج جيده وفاز في الماتشات اللي جايه وفاز على طبعا المقصه ان شاء الله يعني يفوز عليها وسعى لدور الثمانيه بنسبه كبيره جدا ساويرش قاعد. بس بقول لكم على التفكير بتاع لجنه الكوره بتفكر في اكتر من اختيار. يعني طبعا الاهلي اتعرض لظلم في مباراه فاركو، مباراه المقاولين كان المفروض يكسب، ومباراه الجون الاولانيه ومباراه على الاقل مباراه سموحه كان الاهلي يكسب او يتعاد، والاهلي اتظلم ظلم مبين فيه يعني مش من من المدرب. طبعا هنروح طبعا للخناقه بتاعه المشجع الزملكاوي اللي قابل ياسر ابراهيم وفضل يشتم فيه، وطبعا حصلت خناقه وفي الاخر ياسر ابراهيم عمل محضر وطبعا الناس توسلوا له وتنازل عن المحضر. نروح طبعا لحاجه ثانيه، ان طبعا زي ما احنا قلنا ان مرتضى منصور حالا قبض قصيرا او ادنى انه يسلم نفسه او يتم القبض عليه علشان يتم ان هو يقضي شهر في السجن طبقا للحكم اللي المحكمه الحكم اللي نهاه، ومن حقه يقدم طلب استئناف
بعد ما يتم القبض عليه او يسلم نفسه لازم يكون في النيابه او محبوس او مسلم نفسه عشان يتم انه يقدم طلب استئناف او طعن على الحكم. اخبار كثيره جدا طبعا وحصريه عندنا ان الاهلي طبعا بيفاوض لعيبه كتير جدا اللي هو لاعب التونسي بن رمضان وعمل صفقه تبادليه ان الصفقه يخش فيها علي معلول وناس بتقول ان ده تبقى بيعه لوحدها وبيعه لوحدها. طبعا زي ما قلنا محمد شكر رجع باك شمال وكريم فؤاد بيلعب باك شمال ومحمد حمدي لاعب بيراميدز خلاص ماضي للاهلي. ابراهيم عادل طبعا بعد ما كان جاي الاهلي خلاص طبعا بيراميدز غلى في سعره وعايز 5 مليون دولار. طبعا الاهلي كان موقف على 2.5 ولكن طبعا شركه الكوره بتدرس كل الاختيار قدام. طبعا لاعب اللي هو بوبو لاعب فيوتشر على الرادار النادي الاهلي ولاعيبه كتير جدا بس الاهلي مش عايز يعلن الا بعد انتهاء الموسم علشان برده ما يحطش لعيبه في حرج او اللعيبه اللي عنده تؤدي في نفس المكان. وبنسبه كبيره جدا طبعا اخبار جايه عن في اكتر من 10 لعيبه من الاهلي او 12 لاعب هيطلعوا بره الاهلي بين الاعاره وبين البيع. طبعا مش هنخفي سرا منهم محمود وحيد طبعا ومحمود متولي ومحمد محمود وصلاح محسن وحسام حسن وبيرستاو وميكسون. طبعا بيرستاو ممكن يروح في شهر واحد لان ما عادش نادي حالا الانديه كلها اللي كان المفروض يروحها خلاص الدورة عندها بقى هيبدا وفتره الاعداد شغال. ده الوحيد اللي ممكن يستنى وقال له ديانج لو جاله سعر كويس زي ما الاهلي قال ممكن يبيعه. طبعا ابوكا لجنه الكوره بعد ما شافته لقت ان امبي بيغالي كتير جدا في سعره ولسه في كلام انه يجي الاهلي او ما يجيش. طبعا ان شاء الله الاهلي كلام كتير جدا انه راجع خلاص وهيوافق انه يلعب بدور 16 في كاس مصر يوم الاحد مع المقصه ولكن الناس كانت بتطالب الكابتن محمود الخطيب انه يتمسك بتغيير لجنه الحكام مش رئيس الحكام بس ومحمود عاشور يتحول للتحقيق. الحاجه الثانيه ان وليد العطار طبعا تم ادانته من لجنه شباب الرياضه في اخفاء الخطاب الكاف اللي اتبعت للنادي الاهلي واتبعت لاتحاد الكوره عشان كانوا هم هينظموا مباراه النهائي. طبعا ده المفروض ده الاساسي عنده لان ده قاعد خليه نائمه لنادي الزمالك وضد نادي الزمالك وناس كتير طبعا بتحميه منهم هاني ابو ريد. نشكركم جميعا ونجاكم بالشرف في القناه قناه الاهلي اليوم والسلام عليكم ورحمه الله.